طب احنا دلوقتي حسبنا زي ترانسفورميشن، اوكي، عايزين نحسب الانفرس زي ترانسفورميشن بقى بيساوي كام، اوكي. فعندنا كذا طريقه، عندنا اكشوال 3 طرق بالظبط نقدر نحسب بيهم، اوكي. غالبا في طريقتين اللي بنستعملهم موست كومنلي، يعني في طريقه ما بنستعملهاش كتير. اول طريقه اللي هي الطريقه البسيطه خالص، لما يكون عندي الزي ترانسفورميشن بتاعي اوف فاينايت اوردر، او جاي لي عباره عن فاينايت اوردر بولينوميال. يعني مثلا جاي لي حاجه زي ما انا شايفها في الاكزامبل ده كده، عباره عن 1 زائد 2 زي تو ذا ماينس 10 زائد 3 زي تو ذا ماينس 20. ده حاجه شكلها بسيطه وشكلها اقدر منها على طول مباشره كده باي انسبكشن اقدر اطلع الايه؟ اطلع الانفرس زي ترانسفورميشن. انا عارف ان الزي ترانسفورميشن بتاعي عباره عن كل نقطه من النقط الموجوده في التايم مضروبه في زي تو ذا ماينس الايه؟ الان اللي هي بتاعت التايم نفسه. يعني لو انا بصيت على الديفينيشن هنا كده، دي ان اهي x of n مضروبه في z to the minus n. يعني معنى كده لو تخيلت بصيت على الواحد دي هتبقى جايه لي منين؟ جايه لي من x of 0 في z to the minus 0، اوكي، لان هي دي الحاجه الوحيده اللي بتدي واحد هنا. ال z to the minus 10 جايه لي من ال n بتاعتي بتساوي 10، يبقى معنى كده الترم ده عباره عن x of 10 مضروب في ايه؟ في z to the minus 10، والترم ده برضو كالتالي يبقى x of 20 مضروب في z to the minus 20. فهنا على طول استنتج ان السيجنال بتاعتي مباشره باي انسبكشن هي عبارة عن دلتا في ان، يعني في عندي نقطة عند الزيرو، ودلتا 2 دلتا في ان ماينس 10 اللي هي النقطة اللي هنا اللي هي بتمثلي الجزء دوت، و3 دلتا اوف ان ماينس 20 اللي هي بتمثلي الجزء ده. فهي بيسكلي البولينوميال كوفيشنز بتاعتي اللي موجودة هي نفسها بالظبط بتبقى عبارة عن السيجنال بتاعتي في الان عبارة عن ايه. ودي الحقيقة أبسط طريقة لحساب الانفرس دي ترانسفورميشن، والحالة الخاصة اللي بيبقى فيها الايه؟ الزي ترانسفورميشن بتاعي عباره عن فاينايت اوردر بولينوميال. يعني هنلاقي في الاف اي ار فلترز الكلام ده هي ابلاي، لما بتكلم مثلا على سيجنال فاينايت سبورت برضو الكلام ده هي ابلاي. الحاجات دي في غايه الاهميه وفي غايه البساطه في نفس الوقت. يعني دي ميزه بتاعت الزي ترانسفورميشن حقيقه، وعشان كده احنا سيبنا اللابلاس ترانسفورميشن ورحنا عملنا التشينج اوف فاريبلز ده علشان في الاخر يبقى عندنا الزي تبقى بسيطه وتسمح لنا ان احنا نعمل الحاجه اللي بنعملها في الايه؟ في الطريقه دي. اوكي، فهنا على طول لو عندي فانكشن بالشكل ده كده يبقى باي انسبكشن على طول دي عباره عن النقطه تي ات ان بتساوي 0، دي النقطه اللي عند ان بتساوي 10، دي النقطه اللي عند ان بتساوي 20، وبس كده. ذاتس ات.